طريقة التقديم على طلب تسجيل مؤمن علي: الدخول إلى موقع صندوق أبوظبي للتقاعد، اختر تسجيل الدخول ثم اضغط على جهات العمل، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، قم باختيار خدمات جهة العمل، ثم اختر خدمات المؤمن علي، ثم اختر طلب تسجيل مؤمن علي، أدخل رقم هوية الموظف والرقم الموحد وأنقر على بحث. سيقوم النظام تلقائياً بتعبئة اسم الموظف. قم بإدخال رقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني الشخصي للموظف. اختر آخر مؤهل دراسي وأدخل التخصص. إذا كان الموظف الذي ستقوم بتسجيله من ذوي الهمم ولم يظهر النظام بياناته، اختر نعم وحدد نوع الإعاقة. قم بإدخال البيانات الوظيفية. سيقوم النظام بعرض حصة اشتراك الموظف. قم بإدخال تفاصيل الراتب للتسجيل. إذا كان تاريخ الالتحاق بالعمل تجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، سيقوم النظام بعرض المبالغ الإضافية التي ستترتب على جهتكم نتيجة التأخر بتقديم طلب التسجيل. قم بقراءة الإقرار والاطلاع على الإجراءات الخاصة بكل فئة. قم بالموافقة على الإقرار. أرفق عقد العمل لجهات القطاع الخاص ثم أنقر على تقديم. قيم تجربتك في هذه الخدمة لتساعدنا على تحسين خدماتنا. سيظهر لك رقم التتبع لمتابعة حالة طلبك.